نبدا مع العنصر الاول من هذه الوحده الاخيره التي هي الجدل الفلسفي الاخلاقي المعاصر وهذا العنصر الاول هو بعنوان ما المقصود بفلسفه الاخلاق لنتخيل ان هذا سؤال في الاختبار سؤال مقالي اشرح المقصود بفلسفه الاخلاق أو قدم نبذة مختصرة عن فلسفة الأخلاق أو ما هو موضوع فلسفة الأخلاق أو شيء من هذا القبيل يعني يمكن نتخيل أي سؤال يمكن أن يكون بهذا الشكل طيب فلسفة الأخلاق كما مكونة من عبارتين عبارة فلسفة وعبارة أخلاق فهي تركيب الفلسفة أيها الأفاضل رمزها هو هذا هذا الشكل وهو شكل حرف F حرف F اللاتيني وهو حرف F باللغة الإغريقية لذلك لما نجد هذا الشكل على غلاف مجلة أو على غلاف كتاب أو على غلاف مقال أو حتى بعض رموز بعض المدارس أو الأكاديميات فالمقصود به الفلسفة طيب اذا هذا شعار الفلسفه طيب بالنسبه للفلسفه هي ترجمه او نقل صوتي للعباره مع الاحتفاظ بشكلها الصوتي او بمنطقها الصوتي لعباره وردت او احدثت لاول مره في اللغه الاغريقيه الاغريقيه القديمه وهي نسبه الى احد المفكرين انذاك أراد أن يميز بها محبي الحكمة عن أولئك الذين يتسرعون في الحكم ولا يتأنون ويحبون المجرد الظن ف يعني جمع فيلو كلمة أو شق فيلو إلى سفي والفيلو وفيلو وجمعها إلى نصفها الآخر سوفي سوفي الفيلو هي الحب وسوفي هي الحكمة وبالتالي التركيب يكون حب الحكمة والفيلسوف هو محب الحكمة على خلاف كما قلنا الأشخاص العاميين الأشخاص الذين يتسرعون في إعطاء الأحكام الذين يأخذون بظاهر الأمور ولا يتأنون ولا يدققون في الأفكار ولا يدققون في الحقائق ولا يدققون في المعلومات التي تأتيهم فيسلمون بها تسليما آه يعني سريعا آه على خلاف كل هؤلاء يكون محب الحكمة هو ذلك الشخص الذي يعمل عقله آه أكثر من حواسه وهو الذي ينظر بعين النفس كما يقول افلاطون اكثر من ان ينظر بعين جسده بحيث يقلب الامور على جميع على وجوهها كما يقول المثل العربي ويستدعي كل المعطيات من اجل ان يكون فكره عامه شامله عن الموضوع يعني ينظر الى الموضوع كما لو انه مكعب ليس ذو وجه واحد لان كل المواضيع المعرفيه هي متعدده الوجوه. يعني تأتينا الأنباء بخصوصها مختلفة ومتناقضة، يعني قد تظهر الأمور بالمظاهر بسيطة ولكن هذه البساطة تخدعنا، فلذلك لابد على المفكر وعلى الحكيم وعلى العاقل أن يتأنى وأن يقلب الفكرة وأن يستدعي كل إمكانياتها وأن يراها من وجوه مختلفة ومن منظورات مختلفة ومن أفكار مختلفة حتى يصل إلى تكوين فكرة عميقة تسمى الحكمة، فكرة عميقة بخصوصها. مع أن موضوع الحكمة هذا موضوع بحد ذاته مفهوم يشير إلى المجال العملي أكثر منه إلى المجال النظري على كل حال أسلفنا العرب في تخ... تقريبا في ال... في قرون الترجمة في 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 عهد الدولة العباسية وقع استدعاء هذا المصطلح إلى اللغة العربية، ربما قد يكون ذلك قبل ذلك التاريخ ولكن الأشهر أنه في حركة الترجمة مع بيت الحكمة، مع ظهور بيت الحكمة ومشروع الترجمة في عهد المأمون، المهم أن كلمة الفلسفة أخذت من اللغة الإغريقية وحافظت على شكلها الصوتي في اللغة العربية. طيب الفلسفه في واقع الامر هي شجره، هي عباره عن شجره. لماذا هي عباره عن شجره؟ لانها التفكير المعمق والنقدي والعقلاني والتساؤلي في خصوص كل المواضيع في حياه الانسان. نحن نعلم ان حياه الانسان هي عباره عن قوس قزح هكذا وعباره عن اطياف. حياه الانسان فيها ما هو ما هو مثلا اقتصادي، فيها ما هو ثقافي، فيها ما هو ديني، فيها ما هو اخلاقي، فيها ما هو سياسي، فيها ما هو معرفي، فيها ما هو علمي، يعني اهتمامات الانسان، اسئله الانسان في هذا في هذه الحياه اسئله مختلفه، وكل سؤال كبير يشكل مبحث من مباحث الفلسفه. فبالتالي الفلسفة هي عبارة عن جملة مباحث لأنها جملة أسئلة وجملة إشكاليات ووجه ونظريات وبالتالي فهي شجرة ليست يعني مجال بحث واحد لذلك نجد في الفلسفة مثلا مجال الأخلاق مجال السياسة مجال الجماليات مجال العلم مجال التاريخ مجال الوجود مجال المنطق، مجال الجسد، مجال النفس، مجال يعني الالهيات، مجال الطبيعيات، مجال ما وراء الطبيعيات، كل 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 هذه المجالات هي اسئله يفكر فيها الحكيم ويقلب النظر بخصوصها من اجل ان يصل فيها الى ما نسميه بالمعنى. لماذا المعنى وليس الحقيقة لأنه لا وجود في الفكر البشري لي أو في الفلسفة لشيء اسمه الحقيقة على معنى الحقيقة العلمية الدقيقة التي يمكن البرهنة عليها بواسطة البراهين التجريبية أو البرهان الرياضي في الفلسفة نتحدث عن المعنى أكثر مما نتحدث عن الحقيقة ولأن هناك ظواهر كثيرة تدرسها الفلسفة لا وجود فيها للحقيقة يعني هل يمكن مثلا أن نقول حقيقة الحياة؟ لا يمكن لأن للحياة معنى هل يمكن نقول حقيقة التاريخ مثلا؟ حقيقة الحرية؟ حقيقة الوجود؟ حقيقة الوعي، حقيقة لأ هذه الأمور كلها حقيقة النفس لأ هذه الأمور كلها نقدم فيها معنى والمعنى طبعا نسبي وقد لا يكون موضوعي 100% قد يكون أحيانا ذاتي وأحيانا أيضا في جانب من الموضوعية، المهم أن الفلسفة في الأغلب كما يقول الفيلسوف ادموند هيسر الفيلسوف الفينومينولوجيا الالماني انا لا اريد ان ادخل في التفاصيل التقنيه ولكن بشكل عام حتى لا يعني ابسط الامور قدر الامكان اذا الفلسفه تقدم معنا طيب الان نعود الى السؤال ما المقصود بفلسفه الاخلاق فلسفه الاخلاق عزيزي هي فرع من فروع شجره الفلسفه تدرس سؤال الاخلاق وخاصه تكون المفاهيم الاخلاقيه وتطورها. اخر تعريف تقريبا للفلسفه انها بحث في المفاهيم. الفلسفه وليست حتى يعني انتاج لحقيقه وليست علم الفلسفه وانما هي تفكير في المفاهيم ونقد للمفاهيم لانه كل العلوم وكل المعارف وكل اللغه تتكون من مفاهيم، اذا فجوهر الافكار التي نعبر عنها في عقولنا نعبر عنها بالمفاهيم، فلذلك الفلسفه تهتم بهذه المفاهيم، وحينما تهتم بالمفاهيم فهي تهتم بجوهر الفكر لان المفهوم هو الذي يعبر عن جوهر الفكر ليس مجرد حامل بل هو أصلا الفكر نفسه وبالتالي فإن الفلسفة حينما تبحث في المفاهيم كما يقول جيل دولوز الفلسفة ليست سوى تشريح للمفاهيم ونقد للمفاهيم وبالتالي في مجال الأخلاق فهي تبحث في تكون المفاهيم الأخلاقية وتطورها لكن اللي للقائل أن يقول طيب هل تبحث في القيم الأخلاقية القيم الاخلاقيه شيء اخر غير المفاهيم نعم الفلسفه الاخلاقيه او فلسفه الاخلاق تبحث ايضا في ظهور القيم الاخلاقيه القواعد الاخلاقيه المبادئ الاخلاقيه لان شيء عجيب في وجود الانسان يعني يعني قبل الديانات وقبل اي شيء كيف وجد يعني الشعور بالواجب يعني كيف هل يعني الانسان هل البدائي الاول كيف خلق لديه مفهوم الخير والشر مفهوم الفضيله والرذيله مفهوم القبيح والمقبول مفهوم الحسن وال... كيف يعني هذا التصنيف من من علمه من اعطاه هذه الامور كيف استنبطها في بدايه الامر هذه قصه كبيرة جدا حقيقة تعود إلى علم الأنثروبولوجيا تعود كذلك إلى علم الثقافة تعود كذلك إلى الفلسفة التفكير الفلسفي في الأخلاق قديم جداً فهو موجود منذ مذاهب الحكمة القديمة، منذ المذاهب الشرقية القديمة جداً في التراث الهندي، التراث الصيني، التراث الفارسي، التراث الفرعوني، يعني هذه التراث، التراث الآشوري، التراث المشرقي أو الشرقي القديم، توجد فيه يوجد فيه اهتمام كبير ومركزي بموضوع الأخلاق، بل يمكن اعتبار أن مذاهب الحكمة القديمة هي مذاهب أخلاقية وبالتالي لا يمكن القول بأن فلسفة الأخلاق ظاهرة جديدة أو ظاهرة حديثة بالعكس قديمة جدا لكنها اشتهرت ربما عند الغريق الذين برزوا في الفلسفة وخاصة في محاورات سقراط في كتابة أفلاطون وأرسطو والمدرسة الشهيرة جدا هي المدرسة الرواقية التي هي أصلا مدرسة أخلاقية ثم حتى الفكر الروماني مع شيشرون وغيره هو فكر بالأساس فكر يتوجه او يبحث في القضايا الاخلاقيه، الاديان جاءت فيما بعد المسيحيه والاسلام بدورها اعطت يعني يعني اهتمام مركزي بموضوع الاخلاق، الفكر العربي الاسلامي ايضا اهتم بفلسفه الاخلاق وسؤال ما الاخلاق وكيف تكونت الاخلاق وكيف تتطور الاخلاق، من اشهر المفكرين المسلمين هم كثيرين ولكن نذكر على سبيل المثال الكندي في رسالته الشهيرة في أسباب تحصيل السعادة رسالة مهمة جدا وهي رسالة في الأخلاق مسكويه أيضا لديه كتابات في الأخلاق الفارابي الغزالي إخوان الصفاء الكثير في حقيقة من اهتموا بمسائل رياض النفوس أو رياضة النفس وغير ذلك الاتجاه الصوفي الزهدي إلى غير ذلك هي اتجاهات كثيرة جدا في الفكر العربي الإسلامي لحد اليوم اتجاهات تبحث في الفكر الأخلاقي اليوم في العالم يعود الاهتمام بالفكر الأخلاقي في العالم اليوم انتبه في العالم اليوم يعود الاهتمام بفكر الأخلاقي في ظل الأزمات الأخلاقية والنفسية والبيئية العميقة للمجتمعات ما بعد الصناعية المباشرة المعاصرة المجتمعات ما بعد الصناعية المجتمعات ما بعد الكولوناليزم كما يسميها إدوارد سعيد السؤال الأكثر تردداً لو, لو, لو حاولنا أن, أن نخرج بخلاصة من, فلسفه الأخلاق. السؤال... الاخلاق هي تساؤل في الاخلاق ولكن السؤال الاكثر ترددا خلال كامل تاريخ الفكر الاخلاقي هو ما منشا الضمير الاخلاقي ومن اين يستمد سلطته النفسيه علينا هذه تقريبا فلسفه الاخلاق اذا هي حظيره كامله من الشغل ومن الاشتغال من مفكرين ومن فلاسفه خريطه كامله من العمل عالم كامل يعني 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 مؤسسات فلسفيه تستثمر في هذا السؤال من اجل انتاج نظريات فلسفيه سنتعرض اليها باختصار وبشكل نبذات في الفيديوهات القادمه ان شاء الله.